ابتداء من زراعة القطن والذرة بمشروع طابة الزراعي بمحلية الجبلين، انطلقت بولاية النيل الأبيض عمليات الفلاحة للموسم الزراعي في عروته الصيفية في القطاعين المروي والمطري، وتستهدف الولاية زراعة أكثر من 3 ملايين فدان. إلى ذلك وقف وفد من وزارة الزراعة الاتحادية على سير الموسم الزراعي في مراحله المختلفة تذليلا للعقبات وتأسيسا للمحاصيل بصورة جيدة، ما قد يبشر بإنتاجية عالية للفدان الواحد. احنا ما شاهدناه في بحر ابيض هسي، يمكن في الملاحه حنقعد نشوف الناقص فيها شنو، ليه ما اشتغلت؟ لانها المفروض تشغل من 45 ل 60 الف فدان. ليه؟ الان احنا وجدنا زراعه تعاقديه مع شركتين، يمكن كراون واخواننا ناس محجوب اولاد، برضه داير نقيس مدى فائده الناس ديل منها وعلى الارض الموجود شنو. صحيح ده قطاع خاص بيعمل عمل مقدر جدا جدا، لكن ما بيعفينا نحن من المتابعه والتقييم والقياس. وتزخر ولاية النيل الأبيض بمقومات جاذبة للاستثمار كالماء الدافق والأراضي الصالحة لزراعة محصولات مختلفة، ما قد يجعل منها ولاية واعدة تحفز الآخرين للدخول في شراكات استثمارية من أجل إحداث نهضة زراعية تنعكس إيجابا على الاقتصاد القومي. هذه الزيارات والوقوف على المشروعات والاستماع للإخوة في المشروعات وللمزارعين ولأصحاب المصالح، بنفتكر أنه ولايتنا ولاية واعدة، وبالتالي تحتاج للمرحلة القادمة إن شاء الله جهد متعاظم وعمل متقدم مع كل الشركاء في المشروعات القائمة، سواء كانت الاستثمارية أو المشروعات المروية أو المشروعات تحت الأيلولة. وضمن خطة مستقبلية للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، تسعى السلطات المختصة إلى إنجاح الموسم الزراعي اكتفاء وتصديرا. تكرين المرحلة القادمة السودان يتحدث عن الزراعة ويتحدث عن زيادة الانتاج والانتاجية، ونفتكر ولايتنا مؤهلة في أنها يكون عندها إضافة حقيقية في إطار يعني كيف أننا نساهم في الدخل القومي بالنسبة للاقتصاد من خلال هذه الزراعة. وعبر القطاع الخاص أسهمت الشراكات التعاقدية مع المزارعين في إعادة استصلاح مجموعة من المشروعات الزراعية بمحليات الولاية المختلفة. يتوقع الكثيرون أن يشهد الموسم الحالي إنتاجية مقدرة للفدان الواحد في القطاعين المروي والمطري. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، الجبلين.